هاي، إذا كنتوا من الأشخاص يلي بيبقوا بالصيف على الساحل وما بتزوروا الجبل، لازم تتبعوا عدد من التمارين الرياضية العملية للكتف، المعدة والإجرين، لأن ارتفاع الحرارة بفصل الصيف بيوطي ضغط الدم، والرياضة مهمة لنتجنب المشاكل الصحية. ما تدوروا أي سيكل الوقت لأنه بيوطي مستوى الرطوبة وممكن يسبب لكم بسينوزيت وإصابة فيروسات، مشاكل بالظهر والأطراف. بالنسبة للتياب لازم تكون خفيفة وواسعة، مصنوعة من المواد الطبيعية خاصة القطن. مين قال لازم نزرع أكثر وقد ما فينا خاصة ببيوتنا وعلى البلاكين بسبب فوايدها الكتيرة؟ أنا قال. بشوفكم بكرة.